كمان علاج مشكلة التجبن الكحولية للألبان، وكمان قياس مستوى السموم الفطرية أفلوتوكساين وأكراتوكساين والزيرازينون في الأعلاف، وتقييم مستوى السموم الفطرية في الألبان، وتشخيص الأسباب الغير مرضية، نقص العناصر الكيميائية أو التغيرات الهرمونية المسببة لإنكار الخصوبة، كمان إجراء أبحاث عن الجينات المسؤولة عن إنتاج الألبان في الجاموس المصري. كمان شفنا خلال زيارتنا وحدة الأشعة التشخيصية والمناظير اللي بتقوم بعمل فحص بالموجات فوق الصوتية لتشخيص الحمل والمشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة والخيول والحيوانات المنزلية، وكمان تحديد الوقت المناسب لعملية التلقيح الاصطناعي أو الطبيعي، وتحديد جنس الجنين، وتحديد عمر الجنين، والوقوف على أسباب المشاكل التناسلية وضعف الخصوبة، وبالتالي تحديد وسيلة العلاج المناسب، وده باستخدام المنظار البطني في التلقيح الاصطناعي في الأغنام عن طريق الحقن المباشر في قرن الرحم.